صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ثم صحبه صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله على صلى الله عليه وسلم وعلى آله ثم صحبه صلى الله عليه صلى الله همسات رمضانية. سلام من الرحمن كل أواني. سلام من الرحمن كل على خير شهر قد مضى وزماني. سلام على شهر الصيام فإنه أمان من الرحمن. أي أماني، قيامك لم يجد في الليل ندا، وصومك تاجه نور البهاء. وكم لله من نفحات خير بمقدومك السعيد أخ السناء. ورحمته تحيط بكل عبد يتوب ويرتدي ثوب الدعاء. وفي قلع عتق من نار تلظى إذا تابت قلوب الأشقياء. وغفران يلاحق ذا ذنوب إذا ما تاب من فعل الوباء. وميض النور يدخل في قلوب وتزدهر الخواطر بالهداء. فكم خشعت قلوب ذو صلاح، وكم دمعت عيون الأتقياء. الصوم أسمى غاية لم يرتقي لعلاه مثل الرسل والأصحاب. صام النبي وصحبه فتبرؤوا عن أن يشيبوا صومهم بلعاب. قوم هم الأملاك أو أشباهها تمشي وتأكل دثرت بثيابي. صقل الصيام نفوسهم وقلوبهم فغدوا حديث الدهر والأحقاب.
عقابي، صاموا عن الدنيا وإغراءاتها، صاموا عن الشهوات والآراب، ملكوا ولكن ما سهوا عن صومهم وقيامهم وتلاوة الكتاب. طه صلاة الله مني سرمدا، ثم الصلاة عليك يا نجم الهدى. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. تمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا
إنهم كانوا بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. رواه البخاري. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تكشف هم كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتقضي حاجاتنا، وتجمع شملنا، وتصلح أمورنا، فأنت المرتجى، تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، لا إله غيرك ولا معبود سواك. اللهم خذ بأيدينا حتى نعود إليك عودا حميدا، لا ناصر لنا سواك، ولا عز لنا غيرك، ولا طريق لنا غير صراطك المستقيم وشرعك العظيم وكتابك الكريم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار، من المنافقين والكافرين والفجار،
اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب النار. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا، ونعوذ بك من سيئات أعمالنا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك، تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها أمرنا، وتلم بها شعثنا، وترفع بها شاهدنا، وتحفظ بها غائبنا، وتزكي بها أعمالنا، وتلهمنا بها رشدنا، وتعصمنا بها من كل سوء، يا أرحم الراحمين، يا رب، يا رب. نسألك الرضا بالقضاء، ونزل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء. اللهم هب لنا قلوبا تقية نقية من الشرك، وهب لنا قلوبا خاشعة ضارعة إليك. اللهم املأ قلوبنا بنورك الذي لا يخبو، وطهرها من الرجس والرجز والشرك والنجس، وطهر قلوبنا من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق. اللهم لا تجعل للشيطان علينا سبيلا. اللهم إنا نسألك رحمة من رحماتك، وعطية من عطاياك، ارزقنا من فضلك، واكفنا شر خلقك، واحفظ علينا ديننا وصحة أبداننا، وانظر إلينا بعينك التي لا تنام. اللهم اكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ما أنت به أعلم، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك من كل ما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنك تحكم بما تشاء، وتفعل ما تريد، وأنت على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عليه توكلنا، وإليه أنبنا، وإليه المصير. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك، تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها أمرنا، وتلم بها شعثنا، وتحفظ غائبنا، وتزكي بها عملنا، وتلهمنا بها رشدنا، وتعصمنا بها من كل سوء، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، ونعوذ بك من الآفات والزلات. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا، وما أسررنا وأعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. أنت الله، أنت الله الخالق، أنت الله القادر، أنت الله القهار، أنت الله الغفار،
أنت الله الرحيم الرحمن. يا رحيم ارحمنا، يا رحيم ارحمنا، يا غفور تب علينا، يا غفور اغفر لنا، يا تواب تب علينا. يا رب، يا رب، نسألك في هذه الليلة، نسألك في ليالي رمضان، أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا، وأعتق رقاب أزواجنا وأولادنا، وأعتق رقاب أرحامنا وأصحابنا، وأعتق رقاب المسلمين أجمعين من النار. اللهم هذا رمضان آن على الرحيل، اللهم هذا رمضان قد آن له الرحيل. يا رب، فلا نخرج من رمضان إلا وقد غفرت لنا جميع ذنوبنا، لا نخرج من رمضان يا رب إلا وسترت لنا كل عيوبنا، لا نخرج من رمضان يا رب إلا وأعتقت رقابنا من النار، لا نخرج من رمضان يا رب إلا وجعلت حالنا أحسن حال. يا رب، يا مصلح الصالحين، أصلحنا، أصلح فساد قلوبنا، أصلح فساد عقولنا، أصلح فساد أخلاقنا، أصلح فساد نفوسنا، أصلحنا يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم انفعنا وانفع بنا، اللهم زدنا علما بالقرآن، اللهم زدنا رفعة بالقرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته، اللهم اجعلنا ممن يحلون حلاله ويحرمون حرامه، اللهم اجعلنا ممن يتلون آياته، اللهم اجعلنا ممن يعملون بآياته، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن حجة لنا، اللهم لا تجعل القرآن حجة علينا، اللهم يسر لنا الهدى واجعل الهدى طريقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، إليك نشكو ضعف قوتنا، إليك نشكو قلة حيلتنا، إليك نشكو هوانا على الناس. أنت ربنا، أنت خالقنا، أنت ملاذنا، يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا كاشف المهمات، يا أنيس المستأنسين، يا جليس الذاكرين، يا حبيبا للعاشقين. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم تب علينا، اللهم ارحمنا، اللهم وفقنا لطاعتك دائما، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا حي على الفلاح حي على اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك، واجعلني فيه من الفائزين لديك، واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين، وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين يا أرحم الراحمين. اللهم قربني فيه إلى مرضاتك، وجنبني فيه من سخطك ونقماتك،
وفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا كريم، اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. يا خير من نزل النفوس أراحل بالأمس جئت فكيف كيف سترحل. بكت القلوب على وداعك حرقة كيف العيون إذا رحلت ستفعل. ما بال شهر الصوم يمضي مسرعا وشهور باقي العام كم تتمهل. ها أنت تمضي يا حبيب وعمرنا يمضي ومن يدري أنت ستقبل. فعساك ربي قد قبلت صيامنا وعساك كل قيامنا تتقبل. يا ليلة القدر المعظم أجرها هل اسمنا في الفائزين مسجل. كم قائم كم راكع كم ساجد قد كان يدعو الله بل يتوسل. اعتق رقابا قد أتتك يزيدها شوقا إليك فؤادها المتوكل. يا من تحب العفو جئتك مذنبا هلا عفوت فما سواك سأسأل. رمضان لا تمضي وفينا غافل ما كان يدعو الله أو يتذلل. حتى يعود لربه متضرعا فهو الرحيم المنعم المتفضل. رمضان لا أدري. انفكرات لنكتمل بالمعرفة. نتمنى لكم صياما مقبولا وإفطارا شهيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.